سميتي محمد قوفيح من الرباط العاصمه. انا خدام مع شركه ارتيس، كندير هادشي ديال التعقيم ديال الترام على حساب على حفاظه سلامه المواطنين. والخدمه ديالي اللي انا اللي مكلف بها انا والكيب ديالي على ود البصل كيحطوا فيها المواطنين يديهم، كنعقموا على حساب هاد البكتيريا اللي كاين هاد الفيروس ديال لا كورون. المهم لي بوطون ديال لي بوخ ديال لي ترام، البلاصه ديال لا سيكوريتي ديال المطافي تركبوا، البلاصه اللي تيقيسوا بيديها كنعقموا ان شاء الله باش يدوز ان شاء الله بخير وعلى خير. هاد المبادره هادي ما كرهناهاش تكون كتعرف واحد لا كونتينويتي هكا، ماشي مع في هاد المومون ديال هاد الفيروس اللي كاين ولا هادي، ما كرهناهاش تكون في الحياه اليوميه هكا في كل ساعه في كل دقيقه ولو حتى في البيوت. يعني كل أسرة على حدة تكون كتمتاز بهاد المسائل الوقائية مثلا هكذا ديال العلاج وديال النظافة وديال لا سيرفيونس، يعني غادي نزيدوا لقدام هكا غنكونوا كمغاربة يمكننا نخطو مثلا نعملوا خطوات كبيرة هكذا مع بهاد المسائل البسيطة اللي كنشوفوها، ولكن هي عندها فعالية كبيرة كداخل المجتمع. يعني إذا بغيتي تقول الخلية الأولى مثلا المجتمع هي ذاك الأسرة الصغيرة، إذا كانت كتبنى مثل هاد الحويجات بحال هكذا في التربية في السلوك ديالنا في جميع المسائل هكا، راه يمكننا نمشيو بعيد. ويمكننا غادي نقول لك غنشوفوا حويجات كلها مزيونه في جميع الميادين كيفاش جاتك هذه المبادره ديالك؟ زينه مزيانه المبادره هذه عموميه على الجميع، مزيانه الانسان يدير الانتباه ويرد البال الصحه ديالو لجميع المواطنين. الحمد لله دابا هذا الشيء مزيان، هذا الشيء المواطن مزيان مباح لجميع الوسائل الامراض كلها كامله تعقموا مزيان مزيان، هذا الشيء عجبني مزيان. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيلبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.